بداية 2020 بلان انترناشنال ايجيبت طورت مانيوال جديد اسمه الدعم النفسي الاجتماعي لغير المتخصصين، ومع احداث كوفيد 19 قررنا نعمل كونفرجن او نحول المانيوال لاونلاين كورس علشان يبقى متاح ونوصل لاكبر عدد من المستفيدين. الكورس ده تم تصميمه علشان يساعدنا نفهم ونتمكن ونفعل مهارات الدعم النفسي الاجتماعي. والكورس ده فيه اربع مواضيع رئيسيه. الموضوع الاولاني هو مفهوم الدعم النفسي الاجتماعي، الموضوع الثاني هو اداره الضغوط، الموضوع الثالث هو الاسعافات النفسيه الاوليه، والموضوع الاخير هو اثار الازمه على الاطفال وكيفيه تقديم الدعم النفسي الاجتماعي وتمكينهم من المهارات الحياتيه الاساسيه. انا اسمي محمد الطبلاوي، استشاري التعليم في بلان انترناشونال ايجيبت. في وقت الازمه بنبقى محتاجين جدا لدعم نفسي ودعم نفسي اجتماعي، فمهم جدا ان احنا نفهم ونتمرن على مهارات الدعم النفسي الاجتماعي. وبما اننا قلنا ازمه ووقت الازمات، تعالوا نعرف يعني ايه ازمه. الازمه هي عباره عن حدث رئيسي خارج نطاق الحياه اليوميه وبينطوي على تهديد خطير للذين يصيبهم، وبيقترن عاده بمشاعر العجز والرعب والخوف. والازمه كمان تبقى لكتاب ستيف البرت كرايسيس مانجمنت ليها عده خصائص. من الخصائص دي المفاجاه، وتعني ان الازمات بتحدث بدون سابق انذار. تاني حاجه هي نقص المعلومات وعدم توافر معلومات عن المتسبب بهذه الازمه. النقطه الثالثه هي تصاعد الاحداث، وده احنا شفناه في عدد الحالات وعدد الوفيات اللي بيكبر بسرعه جدا. النقطة الرابعة وهو فقدان السيطرة، جميع أحداث الأزمة بتقع خارج نطاق قدرة وتوقعات أصحاب القرار. النقطة الأخيرة هي حالة من الذعر بتسببها الأزمة وغياب الحل الجذري السريع. تعالوا نخش بقى في التقيل شوية ونبتدي بيعني إيه دعم نفسي اجتماعي، وهل الدعم النفسي الاجتماعي مقتصر تقديمه على المتخصصين فقط؟ الحقيقة لا، الدعم النفسي الاجتماعي هو تقديم المساندة النفسية اللازمة للأشخاص بطريقة تساعدهم على النمو النفسي السليم والتفاعل مع البيئة المحيطة بطريقة إيجابية، وده تعريف الـ WHO. ولو خدنا بالنا من مصطلح نفسي اجتماعي، هو مقسوم لجزئين. الجزء الأول وهو نفسي معناه أفكارنا، عواطفنا، تصرفاتنا وخبراتنا، والجزء الثاني الاجتماعي هو الأوسع نطاقاً بمعنى العلاقات الاجتماعية، الشبكات العائلية، القيم والممارسات الثقافية. والحقيقة أن الاثنين بيأثروا ببعض وما ينفعش نفصلهم عن بعض. كده عرفنا مفهوم الدعم النفسي الاجتماعي، يلا ندخل في مهارات الدعم النفسي الاجتماعي. والحقيقة أن في عدة مهارات بتندرج تحت الدعم النفسي، لكن إحنا هنركز على مهارتين مهمين جدا في الكورس ده. أول مهارة هي الأجيليتي أو المرونة، والمرونة بتنقسم إلى قسمين: Context Agility و Agility in Roles. Context Agility بمعنى مرونة الإطار، و Agility in Roles بتعني مرونة الأدوار. نمسك أول حاجة مرونة الإطار. يعني إيه إطار؟ تعالوا كده نفتكر أول الأزمة، كم حد فينا عدى بمرحلة الطبخ، ابتدى يجيب فيديوهات، ابتدى يعمل أكل؟ طب كم حد فينا عدى بمرحلة الخوف والقلق والجري على الصيدليات ونجيب كحول منين ونجيب الكمامات منين؟ طب كم حد عدى بمرحلة زهق؟ وكم حد ما كانش متخيل الحياة بعد كوفيد 19 هتكون عاملة ازاي؟ كل دي مراحل أغلبنا عدى عليها، وهنا لازم نركز على حاجتين مهمين. واحد، انك مهم جدا تتعلم تتنقل من مرحلة لمرحلة من غير ما تقف في مرحلة تسيطر عليك. تعالوا ندي مثال. لو انت كلمت حد وسألته ايه الاخبار، ممكن حد يقولك والله انا مش لاقي ادوية معينة. حد تاني هيقولك انا زهقت من قعدة البيت. حد تالت هيقولك ده انا غيرت شكل شغلي علشان يتماشى مع الوضع الحالي. حد رابع يقولك انا بتعلم حاجات جديدة في الوقت اللي انا بقيت قاعد في البيت فيه زيادة. والحقيقة أن وزارة التربية والتعليم ضربت لنا أكبر مثال لمرونة الإطار. 2018
وزارة التربية والتعليم بدأت نظام لإصلاح التعليم اسمه Education 2.0، وأي حد في حضراتكم عنده أطفال في سن المدارس أكيد شاف التغييرات اللي بتحصل. خطة الوزارة كانت هتاخد وقت أطول من اللي حصل، لأن لما أزمة COVID-19 حصلت هم اضطروا للتحول السريع للأونلاين والديجيتال ترانسفورميشن علشان يتماشوا مع الوضع الحالي. الجزء الثاني من المرونة وهو Agility in Roles أو مرونة الأدوار. بسبب الأزمة الحالية في أدوار كتير في حياتنا اتأثرت، فلو الوضع الحالي أثر عليا في شغلي فأنا مش عارف أمارس دوري الطبيعي اللي أنا كنت بمارسه في شغلي. هنا تعالوا نسأل نفسنا سؤال، هو أنا ماليش أدوار تانية؟ فكروا كام ثانية كده. طب هو أنا دوري في الوقت ده كزوج إيه أو كزوجة إيه؟ هل دوري إن أنا حسس مراتي قد إيه أنا مضغوط وحسسها بالقلق والخوف؟ هل دوري كزوجة إن حسس زوجي إن الوقت اللي بقينا بنقضيه أكتر مع بعض ده وقت ممل ووقت إحنا مضغوطين فيه؟ ولا دوري كزوج دلوقتي إن أنا حسس مراتي إن قد إيه أنا مقدر الدور اللي هي بتعمله وأبدأ أشارك في المسؤوليات؟ طب الوقت ده أنا دوري كأب أو أم إيه؟ هل أنا دوري كأب إن أنا أنقل إحساس التوتر والقلق لأولادي؟ هل دوري إن أنا أحسسهم بقد إيه أنا زهقان من كتر ما أنا قاعد معاهم في البيت وإن طول الوقت اللي أنا قاعد فيه في البيت أنا عصبي ومتنرفز؟ ولا دوري إن أنا أبدأ أركز على المهارات اللي ولادي لسه ما اكتسبوهاش؟ فلو ولادي في سن صغير شوية ممكن أبدأ أشوفهم ما بيعرفوا يربطوا الجزمة ولا لأ؟ لو ما بيعرفش هو ده وقته. إحنا قبل أزمة COVID-19 كنا بنقول يا ريت عندنا وقت نقدر نقضيه مع أولادنا أكتر، دلوقتي بقى عندنا الفرصة. طب لو أنت أولادك أكبر شوية ممكن نعلمهم مهارة زي مهارة البحث، ودلوقتي أصبح لا غنى عن التكنولوجيا في التعليم والديجيتال ترانسفورميشن أصبح واقع في حياتنا، فممكن أعلمهم المهارة دي عن طريق إن إحنا نعمل نشاط كلنا في البيت، نختار موضوع زي المحيطات زي البحار ونبدأ ندور كلنا عليه، ونرجع آخر اليوم أشوف ابني أو بنتي وصلوا لإيه، هل وصل لأرتكل أو مقال، هل وصل لصورة، هل وصل لفيديو، وحاول أساعدهم بالكي ووردز أو الكلمات اللي هم ممكن يدوروا بيها. دي مهارة مهمة جدا لازم ولادنا يتعلموها دلوقتي. مثال تاني، أنا دوري كأخ دلوقتي إيه؟ أنا دوري كأخت إيه؟ أنا دوري كابن إيه؟ معظمنا لو ما كانش كلنا خايفين من إن إحنا ننقل المرض لأهالينا، فالاحتكاك بقى أقل شوية. طب مش دوري دلوقتي إن أنا أدعمهم معنوياً؟ لو ما كنتش بعبر عن مشاعري قبل كده بالطريقة الكافية، ده الوقت اللي أنا أعبر عن مشاعري أكتر وأحسسهم قد إيه أنا مقدر المجهود اللي طول عمرهم كانوا بيعملوه معايا. طب أنا دوري كجزء من المجتمع إيه؟ هل مفيش مسؤولية عليا تجاه الآخرين؟ هل مش دوري في المجتمع لو أنا عندي الوعي إن أنا أرفع وعي الناس اللي حواليا، أساعد الناس اللي حواليا؟ ومرونة الأدوار مش بس هتساعدني عد الأزمة، دي هتخليني أكتشف حاجات في نفسي وفي الناس اللي حواليا ما كنتش شايفها، وكمان مرونة الأدوار هتعوض أي نقص أو خلل حصل في دور من الأدوار بسبب أزمة COVID-19. وبكده نكون خلصنا أول مهارة وهي المرونة، والمرونة مقسومة جزئين، مرونة الإطار ومرونة الأدوار. المهارة التانية هي مهارة التكيف، وفي مهارات كتيرة علشان تساعدنا على التكيف، لكن إحنا في الفيديو ده هنركز على بعض النصايح الخاصة بالأزمة الحالية علشان نعرف نتكيف بإيجابية مع الوضع الحالي. لو أنت بتشتغل من البيت رتب لنفسك مكان ثابت تشتغل منه، وحاول يكون في مسافة على قد ما تقدر بينك وبين الحيطة. 2، اعمل لنفسك جدول يومي، حط فيه وقت للشغل، وقت لأولادك، وقت لمراتك، وقت لنفسك، وحاول تثبت مواعيد نومك وصحيانك. وخلي بالكوا الكلام ده مش كلام مرسل، احنا اي سلوك ولو صغير لو مارسناه لفترة منتظمة هيتقلب لعادة وممكن كمان يبقى اسلوب حياة. النصيحة الثالثة هي قسموا المسؤوليات عليكم، وده هيخلق روح من المشاركة، وفي نفس الوقت الحاجات البسيطة اللي بنعملها بتدينا إحساس بالإنجاز. النقطة الرابعة، حاولوا تحطوا أهداف قصيرة المدى وتكون أهداف بسيطة وعملية ما تقلبش عبء علينا. مثال، لو أنا حطيت لنفسي هدف إن أنا أقرأ، فبلاش أحط لنفسي هدف إن أنا أقرأ كل يوم كتاب، خليني أقول إن أنا هقرأ كل يوم 5 صفحات
وابتدي علشان ما تقلبش تبقى عبء عليا. بكده احنا عرفنا يعني ايه دعم نفسي اجتماعي، وايه هو مفهوم الازمات، ومين اللي يقدر يقدم الدعم النفسي الاجتماعي، والمهارات اللي مهم نكتسبها ونتمكن منها ونمارسها علشان نقدر نفعلها. وخلونا نختم بأول قاعدة في الكورس بتاعنا. أي مهارة لو حضراتكم سمعتوها وفهمتوها كويس، مش معنى ده إن انتوا هتقدروا تطبقوها على طول. حاولوا تاخدوا من الأمثلة اللي احنا بنقولها وتطبقوا على أمثلة تانية في حياتكم اليومية، ومارسوها بشكل مستمر علشان تقدروا تفعلوا المهارات الخاصة بالدعم النفسي الاجتماعي.